نشرة الأخبار تأتيكم من قناة يمن شباب، ونبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى مدنيون برصاص قوات موالية لمحافظ المهرة مدعومة من أخرى سعودية. طلائع الجيش الوطني تصل إلى مشارف مديرية مجد، وقتلى وأسرى حوثيون في باقم. وتحالف يتهم الحوثيين بتجنيد 5000 طفل، واليونيسف تقول إن الحرب أقعدت مليوني طفل خارج المدرسة. أهلا بكم. سقط قتلى وجرحى مدنيون بمحافظة المهرة في هجوم لقوات موالية للمحافظ راجح باكريت المدعومة من القوات السعودية، وفقا لما ذكره مصدر محلي. وقال المصدر إن عددا من قبائل الحريزي وقمصيت وبلحاف وزعبنوت سقطوا ما بين قتيل وجريح نتيجة هجوم مباغت شنته قوات موالية للمحافظ باكريت. وذكر مصدر آخر أن اشتباكات دارت بين القبائل وقوات المحافظ مدعومة من القوات السعودية حاولت تأمين وصول شاحنات عسكرية إلى منطقة شحن، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الجانبين. وجاءت الاشتباكات عقب نجاح وساطة قادها مدير أمن مديرية شحن في حل الخلاف الذي اندلع في المنطقة ذاتها، غير أن المحافظ باكريت أمر قوات موالية له بالتحرك السريع وإفشال الوساطة التي تمكنت من وقف فتيل المواجهات طبقا لما ذكره موقع المهرة بوست. هذا واستحدثت القوات السعودية موقعا عسكريا جديدا للقوات الموالية لها في منطقة عينة الساحلية شرق مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة. وقال سكان محليون أن القوات السعودية وصلت منطقتهم بقوة عسكرية كبيرة يرافقها عشرات الأطقم والمدرعات والطائرات، وتهدف للسيطرة على المنطقة ذاتها وفي الموقع الاستراتيجي المطل على البحر وإنشاء معسكر ساحلي للقوات الموالية لها. وأثارت الاستحداثات العسكرية للقوات السعودية والموالية لها غضب الأهالي الرافضين للوجود السعودي في مناطقهم، وقالوا إن مشاريعه وأهدافه التوسيعية أصبحت واضحة تماما. وصلت طلائع الجيش الوطني إلى مشارف مديرية مجد في أقصى شمال محافظة صعدة، فيما شرعت وحدات في عملية تمشيط واسعة للجيوب الفاصلة بين مديريات باقم ومجد. وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني أطلق عملية تمشيط واسعة شاركت فيها 4 ألوية عسكرية مسنودة بمدفعية وطيران التحالف، وذلك بهدف تصفية جيوب الميليشيا الحوثية بين مديرية باقم ومديرية مجد. وذكر المصدر أن الجيش الوطني سار على مشارف مديرية مجد بعد أن سيطر على 4 قرى بين المديريتين. هذا وأسفرت العمليات عن سقوط قتلى وعشرات القتلى تحديدا من الحوثيين والقبض على أسيرين واستعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدمير عربات نقل جنود ومداهمة مخازن عبوات ناسفة وألغام كانت الميليشيا الحوثية تخزنها وقطع خطوط الإمداد الجنوبية لمثلث باقم. وفي صعدة أيضا قتل وأصيب عدد من ميليشيا الحوثي الانقلابية بنيران الجيش الوطني في مديرية باقم شمال غرب صعدة. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز الميليشيا في قرى آل الزماح بمديرية باقم، واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تحصينات الميليشيا وتعزيزاتها خلال العمليات. وبحسب المصدر فإن قوات الجيش أسرت 2 من مسلحي الحوثي وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. وصلت طلائع الجيش الوطني إلى مشارف مديرية السبرة بمحافظة إب بعد معارك عنيفة تمكن خلالها أبطال الجيش من التقدم ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الحشا بمحافظة الضالع. كاميرا يمن شباب وثقت هذه الانتصارات في التقرير التالي الذي أعده الزميل علي الأسمر، فلنتابع.
نحن هنا في حصن بركات، هذا الموقع الاستراتيجي الهام الذي بات في قبضة أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية الحشا. بالأمس دارت مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى. لآخر المستجدات هنا في هذه الجبهة يقف إلى جواري المقدم القيادي في الجيش الوطني المقدم مراد مزاحم، يحدثنا عن ما الذي دار خلال الساعات الماضية. يعني خلال الأيام الماضية دارت مواجهات عديدة بين أبطال الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ومع ميليشيات الحوثي الإنقلابية، وتم خلالها تحرير العديد من المواقع الهامة والاستراتيجية في جبهة الحشاء باتجاه مديرية السبرة. بالأمس دارت هي الأخرى مواجهات عنيفة حيث شن الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية هجوما على عدد من المواقع وتم تحرير العديد منها وهي في قبضة الجيش الوطني، وقد بات الجيش الوطني على مقربة من أول مديرية تتبع محافظة إب وهي مديرية السبرة. حدثنا عن الخسائر في صفوف الميليشيات من جهة وقوات الجيش الوطني التي راحت في معركة الأمس. كعادتها ميليشيات الحوثي تزج بالكثير من قطعانها إلى معارك هي خاسرة فيها حتما أمام صمود واستبسال أبناء الجيش الوطني من يحملون القضية الوطنية والهم الوطني، وكعادتهم الميليشيات تقدم الكثير من الخسائر والتضحيات في صفوفها سواء البشرية أو المادية. إذن صمود أسطوري يسطره أبطال الجيش والمقاومة الشعبية هنا في جبهة الحشا بانتظار الساعات القادمة التي ستكون حاسمة في فصول هذه المعركة. علي الأسمر، يمن شباب، الضالع. أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي عزم القيادة السياسية والعسكرية وبدعم من التحالف العربي على إنهاء معاناة اليمنيين والقضاء على ميليشيا الحوثي الإنقلابية واستعادة الدولة. جاء هذا خلال ترأسه اجتماعا لقادة المناطق العسكرية 3 و 6 و 7 وقادة قوات التحالف بمأرب، واستعرض القادة المجتمعون التطورات الميدانية والعسكرية وسير العمليات القتالية وأيضا أوضاع الجبهات. وشدد وزير الدفاع في ثاني اجتماع له منذ وصوله بمأرب على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال التحرير ودحر الحوثيين. وأكد قادة المناطق العسكرية من جهتهم مواصلة العمليات العسكرية ضد الانقلابيين واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق لا زالت تحت سيطرة المتمردين. أكدت الصين حرصها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وتطبيق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وبما يضمن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة. هذا وثمن سفيرها لدى اليمن آنغ يونغ جهود الحكومة الشرعية لتطبيع الحياة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة، مؤكدا دعم بلاده لهذه الجهود. وأبدى السفير خلال لقائه في الرياض رئيس الحكومة معين عبد الملك استعداد بلاده المشاركة في إعادة إعمار اليمن والدفع بتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني في هذه الظروف. وشدد الجانبان على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق السويد باعتباره مدخلا أساسيا نحو الحل السلمي الشامل وفقا للمرجعيات 3 المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا، إضافة إلى التسريع في فتح ممر آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين بشكل عاجل. وفي السياق، دعت الحكومة اليمنية الصين إلى أن تلعب دورا مؤثرا في الضغط على إيران للكف عن مشروعها التدميري في اليمن ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية ودعم ميليشيات متمردة على الإرادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية. هذا وثمن رئيس الحكومة خلال اللقاء
الجهد الذي تقوم به الصين على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ اتفاق السويد ومرجعيات الحل السلمي في أسرع وقت ممكن. هذا وقال عبد الملك إن جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم السافرة في حجور تسبب بكارثة إنسانية بسقوط مئات الضحايا وتشريد الآلاف من منازلهم. انتقدت الحكومة صمت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا جراندي عما يتعرض له سكان حجور والحصار الذي تفرضه الميليشيا على الأهالي. وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح خلال لقائه في عدن ممثل برنامج الأغذية العالمي محمد محمود أن صمت المسؤولة الأممية غير مقبول، مشددا على إدانة هذه الأعمال وممارسة أساليب الضغط على المتمردين الحوثيين لفك الحصار والوقف الفوري لعمليات استهداف السكان وزيادة معاناتهم في حجة. ودعا وزير الإدارة المحلية المسؤولة الأممية إلى التنسيق مع كافة المنظمات الأممية لتوجيه الدعم الإغاثي العاجل والسريع إلى سكان مناطق حجور، وطالب المسؤول الحكومي بالضغط الحازم على الحوثيين لفك الحصار على مناطق حجور والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية للمتضررين هناك. أفرجت ميليشيا الحوثي الانقلابية عن مختطفين أجنبيين، أحدهما أندونيسي وآخر ماليزي، كان مختطفين في سجونها بالعاصمة صنعاء. وجاء الإفراج عن المختطفين الاثنين استجابة لجهود وساطة قادتها سلطنة عمان لدى ميليشيا الحوثي التي ترتبط معها بعلاقات جيدة، وتم نقل المواطنين الأندونيسي والماليزي إلى سلطنة عمان تمهيدا لعودتهما إلى بلدهما بحسب وكالة الأنباء العمانية. وذكرت الوكالة أن أندونيسيا وماليزيا قد طلبتا من السلطنة التدخل لدى الحوثيين لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين لديها. قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنه رصد ما لا يقل عن 5000 حالة تجنيد للأطفال خلال الأربع سنوات الماضية منذ بدء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. وذكر المدير التنفيذي للتحالف مطهر البديجي في كلمته التي ألقاها بمجلس حقوق الإنسان أن أطفال اليمن يتعرضون إلى العديد من الانتهاكات الجسيمة كالاختطاف والعنف والتجنيد الإجباري من قبل الحوثيين، وأوضح أن ما يقارب من 4 ملايين طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي، واستخدام مدارس أخرى يصل عددها إلى نحو 170 مدرسة سكنات عسكرية من قبل المتمردين. وفي الشأن، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن أكثر من 2 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب الحرب الدائرة في البلاد. ووصفت المنظمة في بيان وضع قطاع التعليم في اليمن بالمروع، مشيرة إلى وجود 2 مليون طفل خارج المدرسة من أصل 7 ملايين طفل في سن الدراسة. وأوضح البيان أن البنية التحتية للمدارس تضررت بشدة، في حين أن مواد التعليم شحيحة ولم يعد من الممكن استخدام 1 من كل 5 مدارس في اليمن بسبب الضرر الذي لحق بها أو استخدامها بأغراض عسكرية أو لإيواء عائلات نازحة. نددت رابطة أمهات المختطفين في الحديدة باختطاف النساء وإخفائهن وإلحاق الضرر المعنوي بهن وبعائلاتهن من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. وناشدت الرابطة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي والمنظمات النسوية والحقوقية بتكثيف العمل لحماية النساء اليمنيات ومحاسبة من يقوم بجريمة اختطاف وإخفاء النساء. ودعت الرابطة في بيان لها عقب وقفة احتجاجية نفذتها مديرية الخوخة جنوب الحديدة إلى وضع آلية آمنة تمكن النساء الضحايا من تقديم شهاداتهن دون الإضرار بهن وبأقاربهن وتضمن لهن الحصول على حقوقهن كاملة. وقالت الأمهات في البيان: بينما العالم يحتفي بالمرأة في 8 مارس، تعيش النساء بالحديدة الخوف بإخفاء أبنائهن والنزوح في رحلة البحث عنهم، ويواجهن ظاهرة اختطاف النساء في تحد سافر لكل الأعراف القبلية والعادات اليمنية الأصيلة.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. قتلى وجرحى مدنيون برصاص قوات موالية لمحافظ المهرة مدعومة من أخرى سعودية. طلائع الجيش الوطني تصل مشارف مديرية مجد، وقتلى وأسرى حوثيون في باقم. وأخيرا تحالف يتهم الحوثيين بتجنيد 5000 طفل، واليونيسف تقول إن الحرب أقعدت 2 مليون طفل خارج المدرسة. نشرة إخبارية مفصلة قدمناها لكم من قناة يمن شباب، شكرا لطيب المتابعة، حياكم الله.